مرحبا مرحبا جميعا، معكم رامين الراميني، مساعدة البرامج لمنظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان. يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في النسخة الرابعة للحفل السنوي لمنظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان لتكريم أفضل 3 تقارير صحفية تناولت موضوعات ذات صلة بحقوق الإنسان ضمن مشروعها في الأردن، زيادة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام في الأردن بدعم من سفارة مملكة هولندا. نتقدم بالشكر لكل الصحفيين وطلاب الإعلام الذين شاركوا معنا بالمسابقة وبوسائل الإعلام التي تؤمن بأهمية الإعلام من أجل حقوق الإنسان، كما والشكر والتقدير موصول لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية لشراكتها معنا بهذا الحفل وللمرة الثالثة على التوالي. وأيضا نتقدم بجزيل من الشكر والتقدير لسفارة مملكة هولندا لدعمها لنا على مدى سنوات عديدة وعلى ثقتها بعمل منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان. وأخيرا وليس آخرا، شكرا جزيلا لأعضاء لجنة التحكيم لعام 2018 على تقييمهم المهني والتزامهم معنا. منظمة صحفيين من أجل حقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز الحوار حول قضايا الإنسان من خلال إنتاج محتوى جاد في مختلف وسائل الإعلام يعتمد على البحث المعمق والموثق. في مشروعنا السابق تعزيز الحوار العام حول قضايا حقوق الإنسان من خلال الإعلام في الأردن وبدعم من سفارة مملكة هولندا، قام الأستاذ فادي القاضي الخبير بقضايا حقوق الإنسان والإعلام بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان بإعداد مدونة سلوك للصحفيين والإعلاميين حول إدماج ومراعاة معايير حقوق الإنسان بهدف توفير إطار إرشادي. فلنرحب بالأستاذ فادي القاضي للحديث عن المدونة. مساء الخير، مساءكم سعيد، وشكرا أولا لمنظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان على السماح لي بالتعاون معها في إعداد هذه المدونة وهذا المشروع المتواضع، وشكرا للممولين لسفارة مملكة هولندا في المملكة الأردنية الهاشمية لدعمها هذا المشروع النوعي، والذي أعتقد أنه أنا أعتقد جازما أنه الأول من نوعه على صعيد العالم العربي. لا تتوفر لدي معلومات دقيقة وحصرية عن وجود مشاريع مشابهة على مستوى العالم، لكن بشكل مباشر وبشكل واضح كما قالت رامين، المدونة بحد ذاتها لا تخترع شيئا جديدا. مدونات السلوك والمواثيق الأخلاقية وهما شيئان منفصلين بالنسبة لي على الأقل في هذا المضمار، هي جهود ممتدة عبر سنوات طويلة حاول فيها الصحفيون، مجتمع الصحفيين والإعلاميين ليس في المنطقة العربية فقط لكن على صعيد العالم، على إيجاد ما نسميه بالستاندرد الأخلاقي، المعيار الأخلاقي، المرشد والموجه الأخلاقي الذي من شأنه أن يساعدنا في فهم كيفية أن يساعد عملنا الصحفي على نقل الحقيقة والحقائق للجمهور أن يكتسب مضمارا أخلاقيا. والأخلاق الصحفية، وأنا مش هون للتنظير حول الأخلاق الصحفية، قصد بها مسائل غالبا لا تتعرض لها أو يعني لا تتقاطع مع مسائل قانونية لها علاقة بضمير الصحفي، إنه المسائل مثل النزاهة والحياد والسلوك تجاه من تشملهم القصص الصحفية، يعني ليست بالضرورة دائما قضايا تتناولها الأطر القانونية. ومن هذا الإطار جاءت أيضا مدونة السلوك للصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق ب قضايا حقوق الإنسان تحديداً وحصراً. والمقصود بها أيضاً هو 3 أشياء. أولاً أنها لا توفر يعني شيئاً إلزامياً مثلها مثل المواثيق الأخلاقية، ما فيش فيها إشي إلزامي على الصحفيين والصحفيات التزام به حصراً ونصاً، هي توفر أطر
أو مجموعة من الأدوات الإرشادية المعيارية إن شئتم. وعلى الصعيد الثاني وأعتقد هو المهم أنها توفر مرجعية لبناء سياسات تحريرية داخل الغرف الإخبارية وداخل غرف التحرير في الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية، تلفزيون، راديو، ما شئتم، وفي نفس الوقت توفر مرجعاً لا بأس به للصحفيين والصحفيات الأفراد في ممارستهم لأعمالهم الصحفية والإعلامية. المسائل يعني بدنا نريد القول بأن مدونة سلوك الخاصة بحقوق الإنسان يعني تختلف، تختلف، هي تتطرق لمسائل تتداخل مع فهم الصحفيين والصحفيات للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. لا تنوي ولا تعد هذه المدونة بأنها دليل قانوني، لا، هي مش دليل قانوني، هي تتعامل مع مسائل أساسية في موضوع الحقوق، مثل هو بعيد عني أحكي؟ تتعامل مع مسائل أساسية، صوتي عالي، تتعامل مع مسائل أساسية في الإطار الحقوقي، مثلا كيف يتعامل الصحفيون والصحفيات مع فكرة أصيلة في الإطار الحقوقي الإنساني اللي هو الضحية وإنصاف الضحية. نحن كمجتمع صحفيين وإعلاميين ننظر بالضرورة إلى موضوع من تشملهم وتطالهم وتتضمنهم قصصنا الصحفية والإخبارية والتحقيقية بمنظار شمولي أكثر، لكن الحقيقة إنه نحن بحاجة لمراعاة هذا المفهوم الذي قد يبدو بسيطا لكنه حساسا إلى درجة كبيرة. هذه المدونة على سبيل المثال تطالب أو تطلب من الصحفيين والصحفيات إنصاف الضحايا، هي لا تطلب إحقاق العدالة لهم أو أن تكون الصحافة والصحفيون والصحفيات جزءا من مسار تقاضي، لا 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 سمح الله، لكن المدونة تطلب منهم أن تطلب من الصحفيين أن يتعاملوا مع الضحايا باعتبارهم فعلا ضحايا، تنطبق عليهم صفة الضحية في هذا السياق، ويحق لهم من الإنصاف الصحفي، والإنصاف الصحفي في هذا المجال مقصود به إفراد مساحة معقولة لهؤلاء للحديث عن مظلوميتهم وعن مطالبهم وعن سبل انتصافهم. تتحدث مثلا، أنا رح أخلص، طيب، تتحدث بس ختاما للموضوع، في جملة من الأدوات المعيارية وهي إرشادية وليست أكثر من ذلك، يستطيع الصحفيون والصحفيات، وأنا أشطر من رمين عم بستخدم الجندر متوازن أكثر منها، بقول صحفيين وصحفيات، يستطيعون استخدامها للوفاء بقدر معقول بمتطلبات أساسية فيما يتعلق باحترام معايير حقوق الإنسان. هدفها الأساسي، ونحن نطمح، أنا كفرد كخبير ومنظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان، أن يتم تبني هذه المدونة من قبل أعداد أوسع من الصحفيين والإعلاميين والصحفيات والإعلاميات والمؤسسات الإعلامية وتطويرها من خلال الممارسة العملية. وشكرا جميعا لكم. شكرا أستاذ فادي القاضي. سيقوم الآن الأستاذ جوليان شير، والذي يعمل حاليا كصحفي استقصائي في السي بي سي، بتقديم شهادة حول عمل منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان في كندا. Thank you, Mr. Chair. Assalamu alaikum. Thank you. It's an honor to be here and speak briefly on behalf of Journalists for Human Rights. JHR is based in Canada, and I'm proud. هي منظمة في كندا، ويسعدني أن أقول أن لكندا تاريخ طويل في دعم حقوق الإنسان. أقول هذا، نحن كصحفيون وظيفتنا أن ننتقد الحكومة، وفعلا نفعل هذا، ولكن على الأقل أقول أن كندا تفعل ما بوسعها تحديدا الصحفيين هناك. أنا متطوع في
صحفيون من أجل حقوق الإنسان، ولقد قضيت وقتا طويلا مع السوريين الصحفيين في تركيا، ولقد عمل زملائي الكنديين مع الشجعان من الصحفيين السوريين الذين يحاربون من أجل الديمقراطية والحرية، وذلك من خلال وضع القصص على الإنترنت وعلى الصحف في إسطنبول وفي غيرها، ولقد دربناهم كثيرا عن بيان الرسالة والمهمة الأخلاقية، سرد القصص، كثير من المواد التي تعرفونها وتأخذونها هنا، وقد كنت سعيد لرؤية هذا التطور والبطولة التي تمكنا من إلهامها والأبطال الذين تمكنا من إلهامهم. والحقيقة هناك زملاء لنا عملوا في السودان أيضا وفي الأردن وفي كل الشرق الأوسط. كل سنة هناك جالة في كندا تضعها منظمة حقوق الصحفيون من أجل حقوق الإنسان، حيث يحضر الزراء ورجال الأعمال والصحفيون ويسمعون قصصكم ويسمعون العمل الذي تقومون به. الشيء الذي أحبه في الصحفيون من أجل حقوق الإنسان هي أن صحفيون يساعدون صحفيين، ليست الخبراء وليست الحكومة وليست غرباء، بل نحن نساعد زملائنا عبر الحدود وعبر الحواجز الثقافية واللغوية لنلبي احتياجاتنا. تعلمنا منكم الكثير، ومن المهم جدا أننا نتفق ونتحد تحت عنوان مهم ألا وهو حقوق الإنسان. شكرا جزيلا وتحية الجميع من كندا. Thank you, Mr. Julian. لعدم تمكنها من الحضور، قامت المديرة التنفيذية لمنظمة صحفيين من أجل حقوق الإنسان ريتشل بلفر بتحضير فيديو قصير، فسأترككم الآن مع كلمة للأستاذة ريتشل مشكورة. My name is Rachel Pulfer and I'm the Executive Director of Journalists for Human Rights here in beautiful Toronto, Canada, where it is 1 degree. I am delighted to speak with you all today from chilly Toronto, though I'm sad not to actually be with you at the beautiful Dead Sea. I'd like to welcome Your Excellency, the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, Barbara Joyce, and I know you are in the best possible hands with JHR expert consultants and trainers Fadi Alkadi, Julian Schur, Arish Executive Director Rana Sabah, and of course the superb JHR Jordan team led by Mohamed Shama, Ramin Al-Ramini, and Rozan Al-Ghaisi. First off, congratulations to the winners of this year's award, the 4th annual Human Rights Reporting Award, celebrating human rights reporting in your extraordinary country. Thank you to Arish for a most productive partnership with JHR, and to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands for invaluable and powerful support of JHR's innovative human rights approach to media development. Thank you to all of you for coming out and showing your support for human rights journalism in Jordan. This award sets a certain tone. It celebrates and rewards excellence in arguably the most important field that journalists cover, human rights. It celebrates journalists in Jordan who have the courage and the tenacity to take on tough and complex important stories that we all need to engage with and understand for a greater good. Congratulations to everyone involved. You are all leaders in this region, and the award results aside, you are all winners for stepping up and showing up for human rights in this strange global moment. It is up to all of us to uphold and protect human rights wherever we are and make the world a better place for us all. For being here and supporting this effort, you are doing exactly that. Chukran, félicitations, merci, and thank you. شبكة أريج للصحافة الاستقصائية الرائدة في العالم العربي عملت وما تزال تعمل على رفض الساحة الإعلامية بمحتوى مهني استقصائي يعزز من الشفافية والمحاسبة وحقوق الإنسان. فلتتفضل الأستاذة رنا الصباغ المديرة التنفيذية لإعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية لإلقاء كلمتها مشكورة. مساء الخير. سعيدين بشراكتنا للمرة الثالثة مع صحفيون من أجل حقوق الإنسان في حفل التكريم هذا. نعتقد أنه شبكة أريج وصحفيون من أجل حقوق الإنسان بيكملوا بعض، لأنه بالنهاية منتجهم هو Good Journalism أو الصحافة المحترفة، والمنتج اللي بطلعه أريج كمان هو صحافة جيدة.
وإن كانت بعمق أكثر، لكن اثنيناتنا منكمل بعض، اثنيناتنا عنا نفس الشركاء، السفارة الهولندية والسفارة الكندية. كتير مهم إنه مشروع صحفيون عم بيشتغل على قضايا كتير مهمة، لأنه بدون حقوق إنسان ما فيش إنسان أصلاً وما فيش حقوق. حقوق الإنسان هي الكرامة، هي الإنسانية، هي العدالة، العدالة الاجتماعية، هي فصل السلطات، هي حق حرية الرأي والتعبير، لأنه بدون حق لحرية الرأي إحنا ما منختلف كتير عن لنقول الناس اللي ما إلها عقل، أو يمكن كائنات الحيوانية اللي على الكرة الأرضية. الشغل تبعكم رائع، لكن للأسف على أرض الواقع الظروف ما عم تتحسن كتير، والمشكلة مش عنا، المشكلة عند الحكومة، والمشكلة عند باقي وسائل الإعلام اللي بتختار إنها تغطي عيونها بالرماد، والمشكلة كمان بأعضاء مجلس النواب اللي مصلحتهم هي التحالف مع الحكومة ومش التحالف مع قضايا المجتمع. فأنا بتخيل لو هدول الثلاث أطراف مسكوا التحقيقات والقضايا اللي أنتوا عم بتثيروها، كان وضعنا الإنساني، وضع الحريات كتير أحسن. للأسف التقرير الأخير اللي طلع لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان كشف إنه الحكومة لسه عم تخفق في منع حالات التعذيب، وبنفس الوقت في إساءة معاملة أثناء الاحتجاز. أنا شخصياً قبل 7 أشهر اعتقلت لمدة 2 ساعة بقرار من قاضية لم يكن موثق، وقدرت أني أطلع حالي لأنه كان عندي واسطة، حكيت مع الواسطة والواسطة طلعتني، ورئيس المحكمة اعتذر مني على سوء الفهم. وأنا قلت لهم أنه المشكلة مش رنا الصباغ، المشكلة كم من 100 واحد باليوم بيصير معه نفس الحكي من وراء قاضي بيعتقد أنه هو بيقدر يمارس السلطة لأنه ما في حدا عم بيراقبه. طبعاً بعدها بأسبوع تم اعتقالي أنا راجعة من المطار عشان أنفذ الحكم اللي أنا رحت أستأنفه بالمرة الأولى. وبعد تحقيق مطول من رئيس المجلس القضائي اكتشفوا أنه كان في آلية صغيرة، خلل بين تبليغ المدعي العام وبين تطبيق القانون، فأنا تم اعتقالي بالمطار. ولو ما قدرت أحصل على كف يد على الساعة 4 الصبح برمضان كان يمكن رحت على الحبس وقضيت يمكن أسبوع أو أسبوعين عبين ما قدروا يطلعوني. فاللي أنا بدي أحكي أنه اللي صار معي هو مؤشر على إشي بيصير كل يوم وكل دقيقة، لكن للأسف ما في كتير ناس عم تحكي بهذا الموضوع. فأنا عشان هيك بشكر مشروعكم الرائد. سعيدة كمان جدا بالمدونة اللي أعدها الأستاذ فادي، وهي أصبحت جزء من التدريب اللي عم تعتمده شبكة أريج، وجزء من الصياغة اللي بتصير قبل ما ننشر التحقيق من طابقها مع المعايير اللي وردت عندكم. نشكر الحكومة إنها سحبت مشروع قانون حق الحصول على المعلومات المعدل، وبنشكر تحديداً أستاذ اقتشاط لأنه أكيد هو اللي كان الدينامو الخفي وراء هذا القرار، لأنه إحنا بنعرف أنت كيف بتفكر وبنعرف كيف مواقفك. للأسف الحكومة ماشية باتجاه سن تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية اللي بيعني أنه 5 ملايين مستخدم في الأردن و10 ملايين إنسان بيستخدموا الهواتف الذكية راح يكونوا عرضة لسوء تطبيق ولتعسف في استخدام النفوذ. بس واضح أنه الحكومة بتحب أنه الكل يكون تمه مسكر، والكل يقول كتر خير الله وضعنا كتير أحسن من وضع الدول الثانية، بس ياريت منقارن حالنا بدول أحسن مش بدول الحروب، لأنه الأردن بستاهل يكون من أحسن الدول العربية، مش ناقصنا إشي. بشكركم مرة أخرى لأنه اخترتونا نكون شركائكم، وإن شاء الله لسنوات قادمة وبتكونوا عم تكبروا مشروعكم بصير جزء مكرر في كل الدول العربية، لأنه كل الدول العربية بحاجة لحريات أفضل على كل المستويات. شكراً. شكراً أستاذة رنا. السفارة الهولندية في عمان هي من السفارات التي تولي أهمية لحقوق الإنسان، فقد قامت بدعم العديد من المشاريع التي تعزز وتعمل على حماية هذه الحقوق. والآن فلتتفضل سعادة سفيرة هولندا السيدة باربرا جوزيسي لإلقاء كلمتها مشكورة. السلام عليكم، مساء الخير.
أعزائي الصحفيين، زملاء والشركاء، تخيلوا مجتمعاً بدون إعلام مستقل يتحكم في كل ما نسمعه على الراديو ونشاهده على التلفزيون ونقرأه في الصحف. تخيلوا أن تكونوا في مجتمع يحكمه الخوف فلا يجرؤ أحد فيه أن يصبح صحفياً مثلاً، مجتمع لا يتمكن فيه الناس من مناقشة الأمور التي تؤثر على حياتهم، سيكون عالماً فظيعاً للعيش فيه. يمكننا أن نتفق دائما روان هي تعطيني المصطلحات الصعبة، نتفق جميعا على أنه لا يوجد مجتمع حر إن لم يكن هناك صحافة حرة، وأيضا الصحافة موثوقة وذات جودة عالية، وأعيد يعني ذات جودة عالية. حسن الحظ هذه السيناريو لا يوجد في أماكن كثيرة من العالم. لا يمكن إنكار الصحافة أن الصحافة المستقلة هي شيء أساسي للمجتمع. الصحافة هي الأكسجين للديمقراطية، ولكن بعض الصحفيين معرضين للانتهاكات ولا يمكنهم إنجاز مهمتهم بشكل آمن. إنني فخورة حقا بأن أكون بينكم للسنة الثانية على التوالي للاحتفال بالجهود الجريئة للصحفيين الأردنيين، ولنؤكد دعمنا المستمر لحرية التعبير وللسلامة الصحفيين هنا في الأردن وفي جميع أنحاء العالم. لقد أعلن وزير الخارجية الهولندية ستيف بلوك مؤخراً أن منظمة حرية الصحافة الغير محدودة Free Press Unlimited الذين هم معنا اليوم هذا المساء قد أطلقوا مبادرة برنامج المتخصصين في وسائل الإعلام. هذا برنامج تدعمه حكومتي بشكل كبير للتزويد صحفيين بوسائل الحماية القانونية. تزدهر المجتمعات حين يكون هنالك حوار بين الأفراد والحكومات، بتظهر الحقيقة عندما يتم التعبير عن الآراء، لكن هذا يتطلب وجود مشهد إعلامي مستقل ومتنوع وحيث تسمع أصوات الأقلية. حرية التعبير هي الأساس لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة الاجتماعية والسياسية. اسمحوا لي أن أهني مؤسسة الصحفيون من أجل حقوق الإنسان وعلى جهودهم الكبيرة في مساعدة الصحفيين الشباب في الأردن، ويسرني إبلاغكم أننا قمنا بتوسيع شراكتنا لمدة عامين آخرين. ليس هنالك أفضل من بدء المشروع مع حفل توزيع الجوائز. تهانينا لكل من شاركوا، وأرجو مواصلتكم القيام بعملكم النبيل. الأردن يحتاج إليكم. شكرا جزيلا، وأتمنى لكم مساء بخير وبالسلامة وبالسعادة. شكرا جزيلا. Thank you, Your Excellency. أيها الحضور الكرام، قبل إعلان النتائج
وعارفة أنه في البعض كتير متسوق لا يعرف النتائج. وبمزيد من الشكر سيتقدم زميلي محمد شمة مدير مشروع منظمة صحفيين من أجل حقوق الإنسان في الأردن بالتعريف عن المسابقة معاييرها وشروطها. مساء الخير. تحاول يكون صوتي مسموع. أولاً أنا سعيد لنقطتين. النقطة الأولى أنه نحن في النسخة الرابعة من مسابقة أفضل قصص صحفية حول حقوق الإنسان. النقطة الثانية هذا الجمع الكريم. شكراً للصحفيين والصحفيات الشجعان، طلاب الإعلام، وأيضاً السادة الكرام الدبلوماسيين والمسؤولين وممثلي مؤسسات إعلام حرة تعمل وما زالت تعمل في ظروف خلينا نحكي أنه ليست سهلة في الأردن، قيود من أجل الوصول إلى المعلومات، ليست بيئة صديقة نوعاً ما لصحفيين. لذلك نرى في السنوات الأخيرة عدد لا بأس به من صحفيين مستقلين كانوا يعملوا في مؤسسات إعلام وأصبحوا حرين، أو بعضهم ما زالوا يعملوا في مؤسسات إعلام. شكراً جزيلاً للمؤسسات الأكاديمية التي كانت معنا خلال هذا المشروع. شكراً للسفارة الهولندية على دعمها الدائم لصحفي من أجل حقوق الإنسان الأردن. وكما نعلم السنة الماضية أصبحنا منظمة محلية أردنية كفرع من المنظمة الدولية الكندية، وما زلنا نعمل في الأردن. GHR هي منظمة كما ذكر الأستاذ جوليان، هي في العالم موجودة، تشتغل وتعمل في أكثر من دولة في أفريقيا وفي كندا وفي الأردن، ومشروع خاص في للسوريين في تركيا. أيضا ما يميز صحفي من أجل حقوق الإنسان أنها تعمل مع صحفيين جدد، صحفيين نشطين مؤمنين بحقوق الإنسان، بعالمية حقوق الإنسان. وأيضا هذه المنظمة أيضا تؤمن بأن العمل مع المؤسسات بالضرورة سوف يدعم العمل الصحفي، وأيضا بتجربتنا مع منظمات دولية كاليونسكو وأيضا إنداف وما إلى غير ذلك. لن أطيل عليكم، سوف نعرض الشروط التي دائما نحن نستند عليها وهي تشكل لنا مرجع دائما. كما نعلم أن الموضوع الجديد الذي لم يسبق تناوله في الإعلام هو واحدة من الشروط التي دائما نعتمدها في المسابقة، أو أن زاوية معالجة الموضوع هي جديدة نوعا ما في التي يتطرق لها الصحفي أو الصحفية. القضية ينبغي أن تكون ذات صلة بقطاع واسع من سكان الأردن أو لها تأثير كبير على فئة مجتمعية في الأردن، وبالأخص الفئات الأكثر تهميشاً في الإعلام كما نرى في السكرين لكنها ليست واضحة تماماً. التثقيف الحقوقي والقانوني، نعتمد دائماً أن القصة التي تحتوي على التثقيف الحقوقي القانوني من خلال معالجة موضوع من زاوية حقوق الإنسان، من خلال تقديم معلومات وراها لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ربط الموضوع بالقيم الإنسانية العالمية المشتركة طبعاً من خلال تضمين بنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أيضاً البحث والمعلومات، يعني بمعنى الجهد الذي يبذله الصحفي من أجل جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات تكون شاملة دقيقة موثقة متعددة ومتنوعة في مصادرها تدعم أهداف التقرير بشكل مهني. الموضوعية وهي أيضا من الشروط التي نعتمدها في التقييم، معالجة الموضوع بأسلوب شمولي وواضح تحليلي وأيضا منصف لكافة أطراف القضية، عرض طيف واسع من الآراء المتعددة من مصادر طبعا متنوعة، أيضا الهيكلية والسرد، هيكلية احترافية تراعي التسلسل المنطقي وفقا لأهمية وجودة الأفكار وانسجام وترابط الأفكار والفقرات، ومهارة طبعا استخدام أكيد اللغة العربية، عرض المعلومات والبيانات بصريا أو سماعيا قدر الإمكان بطريقة جاذبة للجمهور، توظيف الأدوات الإبداعية بطريقة ذكية تخدم الموضوع وتكمل لا تكرر المعلومات. طيب سننتقل هلأ لأعضاء لجنة التحكيم لهذا العام، وهم يمثلون طبعاً فئات أكاديمية وصحفية. أعضاء طبعاً معنا هون الأستاذة ناهدة مخادمة، هي رئيسة قسم الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك،
العضو الثاني طبعا الأستاذ بيان التل مستشارة في معهد الإعلام الأردني، الأستاذ سوسن زايدة صحفية وباحثة متخصصة بشؤون الإعلام، الأستاذ فادي القاضي خبير في قضايا حقوق الإنسان والإعلام، الأستاذ مصعب الشوابكة صحفي استقصائي ومحرر في شبكة أريش. بأرقام بسيطة، هذا العام النسخة الرابعة من المسابقة كان لدينا 24 قصة صحفية ل 35 صحفي وصحفية، يعني عندنا 9 صحفيين شباب و 26 صحفية. لا يوجد مساواة دائما في هذا الموضوع، دائما الكفة ترجح للصحفيات. منهم 15 طالب وطالبة ما زالوا يدرسون الإعلام في الجامعات، و20 صحفي وصحفية، يعني دخل على الخط في المسابقة طلاب إعلام. طبعا لضمان تقييم التقرير بشفافية أكثر، قامت عضو لجنة التحكيم الدكتورة ناهدة مخادمي بتحكيم 22 قصة صحفية فقط، باستثناء قصتين منشورتين في جريدة اليرموك التي هي طبعا من منتج طلاب الإعلام في جامعة اليرموك. فضمانا للشفافية والتضارب بالمصالح، ونحن بالضرورة نؤمن بمهنية الأساتذة أعضاء اللجنة، ولكن تفاديا قامت بتقييم 22 قصة وما قيمت تقريرين، وتم احتساب العلامات بناء على عدد 4. قامت عضو لجنة التحكيم الأستاذ بيان التل بتحكيم 22 قصة أيضا، واستثناء قصتين منشورتين في موقع معهد الإعلام الأردني، وهي نفس الحال في جامعة اليرموك لم نضمنها، ولكن كمان أستاذ مصعب الشوابكة لم يقيم قصة واحدة منعا لتضارب المصالح. سننتقل إلى السلايد الأخير. هذا العام وفي هذه النسخة الرابعة كان هناك على فكرة تنوع في وسائل الإعلام التي شاركت في المسابقة، كما ذكرنا 24 قصة، ونذكر النسخة الثالثة من المسابقة كانوا 25 قصة، ولكن عدد الصحفيين والصحفيات زادوا على اعتبار أن كثير من القصص كانت عبارة عن شركات، مجموعات 4 أو صحفيين 2، يعني مجموعات. هذا يعني يعطينا مؤشر على دخول مجموعة من الصحفيين بإنتاج قصص بشكل مشترك لأجل تسهيل من مهمة الوصول للمعلومات واستغلال الوقت. كما ذكرت أستاذة رنا صباغ أن القصص التي تنتجها صحفيون من أجل حقوق الإنسان هي قصص معمقة، ليست تحقيقات التي تتطلب وقتا وجهدا كبيرا، ولكن هي جهد معمق، هو يحتاج إلى بحث عن معلومات وما إلى غير ذلك. كما لمسنا أنه في 13 وسيلة إعلام ورقية ومواقع إلكترونية، كل الشكر للمؤسسات، جريدة ألغاد، جريدة الدستور، موقع عمانة الإلكتروني، موقع حبر، جوردن تايمز، صحافة اليرموك، معهد الإعلام الأردني، وكالة الإنباء الأردنية بيترا، قناة المملكة، راديو النجاح، وأيضا مجلة مايكالي. هذه المؤسسات الإعلامية التي شاركوا فيها صحفيين من هذه الوسائل التي كانت منشورة طبعا منتجاتهم قصصهم الصحفية المعمقة في وسائل الإعلام التي ذكرناها. ونعيد ونؤكد أن هذه المسابقة هي نسخة أردنية، نتمنى مستقبلا أن تكون دولية، ولكن JHR هي تؤمن بأهمية مسابقات لدول أخرى على اعتبار أننا نركز ونشجع قدر الإمكان الصحفيين الأردنيين لكي يقدموا أفضل ما عندهم. وبالمناسبة القصص التي فازت هي مميزة، والقصص التي لم تفز هي جدا مميزة، على اعتبار أن أعضاء لجنة التحكيم لاحظوا هذا العام أن جميع القصص باستثناء كم قصة يعني كان فيها قدر من الجهد والبحث، والخلينا أسميها في بعضها يصح فعليا أن يكون تحقيقات استقصائية فعليا. ليس سهلا طبعا إعداد هذه القصص بالتأكيد، ولكن هذا هو الذي نؤمن به، تحدي الصحفيين. يعني مرات الصحفي يشغل قصة الكل مصادر مؤمنة وكل الموضوعات مؤمنة، يعني بتصفي الموضوع كثير حلو، ولكن نحن بالأردن نحتاج أكشن شوي حتى يحصل الصحفي على معلومات على مصادره عشان يشعر فعليا هذا الجهد العظيم. كثير من القصص مميزة، أنا سوف لن أطيل عليكم، بختم طبعا عرض المعلومات التي قدمناها والمعايير. سالآن طبعا بدي أطلب من زميلتي رامين تطلب طبعا السادة الكرام، أكيد سعادة السفيرة الكندية
الهولندية باربرا. تفضلي الأستاذة رنا الصباغ. نطلب منكم. قبل الإعلان عن النتائج كما قال زميلي سوف نقوم بتقديم شهادات تقدير لأفضل 3 تقارير صحفية كانت تتنافس على المراكز الثلاث الأولى تقديرا لجهودهم وإبداعهم. القصص الثلاث هي: أول قصة أطفال الشف الأرنبية، تهميش وخدمات طبية متواضعة للصحفية منى أبو حمور والتي نشرت في جريدة الغد. القصة الثانية تتبع رحلة الإتجار بالكلى البشرية بين الأردن ومصر والصين للصحفي جلال أبو صالح والتي نشرت في جريدة الغد. الجامعات حياضا للحريات العامة لا قمعها، قيود تطال العمل الطلاب داخل أسوار الجامعات لطالبات الإعلام وصحفيات المستقبل ليندا عيد، هند العيسى وأروى التميمي والتي نشرت في موقع راديو النجاح. طبعا نطلب من الأستاذ عبيدة فرج الله يتقدم ويأخذ الشهادة. كما وكان معلن بالجائزة كان هنالك 3 مراكز للفائزين، الأول قسيمة بقيمة $1,000 والثاني قسيمة بقيمة $500 والثالث بقيمة $250، ولكن عند ظهور النتائج كانت نسبة القصتين واللتين كانتا من المفترض أن تحلا بالمركزين الثاني والثالث مطابقة تماما. لذلك قامت منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان بإدماج القيم للمركزين الثاني والثالث وتقسيمهم على 2 وذلك مراعاة للعدل بينهما، فأصبح بذلك عندنا التقرير الأول بقيمة $1,000 وتقريرين لصحفيين 2 بالمركز الثاني بقيمة $375 للجائزة الواحدة. الآن سوف نقوم بالإعلان عن التقارير الفائزة وسنقوم بتوزيع الجوائز والشهادات. الجوائز هي كما ذكرنا قسائم شرائية لمعدات صحفية، المركز الأول كما ذكرنا بقيمة $1,000 والمركزين الثاني بقيمة $375. أما التقرير الصحفي الحقوقي لعام 2018 والذي حاز على المركز الثاني وحصل على نسبة 74.4% هو أطفال إرهابيون لايك وشير أمام المحاكم للصحفية سونيا زغول والتي نشرت في موقع عمان نت.
التقرير الصحفي الحقوقي الآخر لعام 2018 والذي حاز على المركز الثاني أيضاً بنسبة 74.4% هو عابرون جنسياً يشقون طريقهم نحو حقوقهم الغير مصانع للصحفية هبة أبو طه والتي نشرت في مجلة مايكالي. أما التقرير الصحفي الحقوقي والذي حاز على المركز الأول وحصل على نسبة 85.4% هو بداعي الشرف تسلب المرأة حريتها في الأردن للصحفي ميلاد الزعبي والتي نشرت في موقع الإعلام الرقمي التابع لمعهد الإعلام الأردني. أوكي، فلنستمع الآن لكل من الفائزين في موجز عن قصتهم. ميلاد ممكن تفضل. في البداية شكرا للمنظمة. في البداية شكراً محمد، شكراً للسفارة الهولندية في الأردن، شكراً للجميع. طبعاً الموضوع كان كثير مهم، مش لأني أنا عملته بس لأنه تناولته في زاوية، هو نشر في أكثر من وسيلة إعلامية لكن إحنا تناولناه في زاوية جديدة طبعاً. وبشكر المعلم الفاضل بيان التل على مساعدته في أكثر من مجال في معهد الإعلام الأردني، والتقرير تم في معهد الإعلام الأردني، فشكراً لكم، شكراً لوجودكم، يعطيكم العافية. فلتتفضل الآن الزميلة سونيا الزغول. مساء الخير ويعطيكم ألف عافية، وأنا صدقا غير متوقعة للجائزة بس شكرا، يعني مش من الناس اللي يحبذون الجوائز، بفضل العمل أكثر. فعليا الجائزة هاي هي مهداة للضحايا اللي شاركوا معنا في تحقيق أو التقرير المعمق أطفال إرهابيون أمام المحاكم. هذا كان أول مرة أكتب عن الطفل، وكان تشجيع في ورشة عمل عقدت في معهد الإعلام الأردني، وكتبنا عن الأطفال المعتقلين بقضايا إرهاب وحقوقهم التي سلبت منهم، ومن ضمنها حق التعليم، حق الحقوق، وكثير من الحقوق. الآن الجائزة هي عبارة عن أن نقرأ، وهذه دعوة الآن، وبتمنى أن يعيد الجمهور قراءة التقرير المعمق أكثر، ويفتح الملف الآن على الطاولة من جديد، لأنه فعلا هناك من ينتظر مستقبله، وربما لا يخرج بعد، ربما هذا الطفل دخل صغيرا يخرج شاب، ولا أعرف، ربما يفتخر بأنه تقرير ظهر فيه وحصدنا، مش محضرة كلمة فتلبكي شوي، حصدنا أوراق المحكمة واستطعنا الوصول للمحامين بصعوبة من محافظات مختلفة في المملكة حتى وصلنا لهم وأوصلنا صوتهم، أن نعيد الثقة لوسائل الإعلام، لأنه كثير من الناس لا تؤمن بوسيلة إعلام، ما بالك بأهالي ضحايا أو أطفال اعتقلوا في قضايا إرهاب، أكيد فقدوا الأمل، فهذا بصيص أمل وأتمنى أنه يتكرر. شكراً لجي اتش آر، شكراً لكم جداً على فرد هاي المساحة. شكرا سونيا. فلتتفضل الزميلة هبة أبو طه. مرحبا، بس قبل ما أحكي بس لو شوية هدوء عشان أعرف أنا أركز. أول شيء
إذا بتسمحوا لي ما بدي أحكي بالبداية عن هذا التقرير، بدي أحكي عن تقرير كان مشارك العام الماضي بنفس الجائزة، والتقرير برضو حصل شهادة تقدير، بس إن هم بشوف الموضوعين مش قراب من بعض بقدر ما في انتهاك بالفئتين، فبعتقد من واجبي أحكي عن الفئتين المهمشات في الموضوعين. أول فئة اللي هي اللي كانت في العام الماضي المعتقلين على خلفية تهم الإرهاب، المعتقلين بتعرض تعذيب داخل دائرة المخابرات العامة إضافة لانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة من قبل محكمة أمن الدولة. هذاك التقرير كان جدا معمق وكان في تحليل مضمون 49 قضية ل 58 شخص، وبتمنى لو فعليا الناس أصحاب القرار أو بيطلع بدهم قرار يقرأوا هذا التقرير عشان يعرفوا مدى الانتهاكات الواقعة على هؤلاء اللي أغلب المتهمين التهم منسقة فيهم هي تهم باطلة وكاذبة ولا مكان لها من الأساس فئة كبيرة منهم. بالنسبة لموضوعي اللي فاز اليوم هو موضوع العابرون جنسيا، هذا الموضوع بدي أحكيها بصراحة كان بالبداية إلي تحدي كهبة وشم عارف هاي النقطة. أول شيء ما بدي أحكي إنهم كنت حاسة إنهم فئة مهمشة ومظلومة إلى هذا الحد إلا بعد ما التقيت فيهم. لما التقيت بأول شخص هي كانت بتحول من بنت إلى شاب، كان أبوها هو عسكري فكان يعاملها معاملة معتقل عنده وكان يضربها ويعذبها ويعرضها لأحد أنواع التعذيب. فهون صارت كيف الإنسان يكون رافض هويته الجندرية، يعني مثلا أنا كهبة ما أكون متقبلة حالي كأنثى وأصير بدي أكون ذكر، هاي هي معضلة هؤلاء الأشخاص. الإشي اللي مجتمعنا اليوم ما عم بيقدر يتقبل إنه كيف تتقبل مثليين كيف تتقبل متحولين، المتحولين هم عم بيعانوا من المشكلة. وللأسف إحنا عنا القانون، في قانون جديد سنوه وزارة الصحة، هذا القانون هو قانون المساءلة الطبية. قانون المساءلة الطبية في أحد مواده بغرم ويجرم الطبيب إذا أجرى عملية لشخص ده يتحول جنسيا. اللي بتمناه يا رب تخلص شما بس آخر شيء، اللي بتمناه فعليا أنه إحنا كناس نتقبل هاي الفئة، نتقبل كيف أنه في مشكلة نفسية يمكن يعانوا منها الأشخاص، أنه شخص يرفض هويته الجندرية. هلأ ملخص بس كل بدي أحكيه في كل المواضيع وفي كل الزوايا، إحنا في الأردن محتاجين حقا ثورة حقوقية، ثورة حقوقية كاملة تقام في كل الموضوعات، ونحن الانتهاكات عندنا لجميع الفئات في كل مكان حتى في وساطنا الإعلامية في انتهاكات. وأقول قولي هذا وأشكركم جميعا، باي باي. أما الآن فلنستمع من رؤساء التحرير، فلتتفضل الأستاذة بيان التال. أنا أشكركم جميعا، أشكر سعادة السفيرة وجي اتش آر وكل الحضور على هذه الفرصة أولاً للتحكيم والمشاركة وفتح المجال أمام الصحفيين لهذه خطوة مهمة جداً خصوصاً في مجال تطوير حقوق الإنسان في الأردن وفي كل العالم. وفخورة جداً بتلميذنا المجيد الأستاذ ميلاد زعبي على هذه الجائزة، ألف مبروك، وإحنا بنفتخر أنه نكون الفائزين بهذه الجائزة لأنها هذه جزء من اللي بيقوم عليه المعهد بدعم مهنة الصحافة والصحفيين في الأردن وفي كل العالم العربي، فشكراً لكم. فليتفضل الأستاذ داود كتاب. قبل 18 سنة تم إطلاق أول موقع عربي على الإنترنت، إذاعة عربية على الإنترنت باسم عمان نت، وكان أحد أهدافنا أن نوفر مساحة للإعلاميين اللي مش ملاقيين أي مكان لهم في الإعلام التقليدي والإعلام الرسمي. وأنا سعيد إنه نحن تقريبا كل سنة عم بكون لنا فائزين في مسابقات أريج ومسابقات جي اتش آر، وهذا الأمر بجعلنا نشعر إنه لا يزال هناك حاجة إلى مساحة للإعلاميين المستقلين اللي بيدافعوا عن حقوق الإنسان. شكرا على هاي الجائزة.
طبعا من المفترض انه يكون شخص من مجلة مايكالي الاستاذ موسى الشديدي او الاستاذ خالد عبد الهادي حاضرين، ولكنهم لم يحضروا. فشكرا جزيلا لحضوركم وحسن استماعكم، والان خليني اترككم بوجبة عشاء خفيفة على البوفيه سناكس، وبتمنى لكم مساء سعيد. شكرا كثير.